ثورة 25 يناير وبمناسبة أيضا أعياد الشرطة وبمناسبة انتهاء الفصل الدراسي، إحنا حريصين على إشاعة جو من البهجة والاحتفالية في الجامعة منذ بداية هذا الفصل الدراسي، وكل الفعاليات الثقافية والفنية اللي تمت في الجامعة في الحقيقة بتؤكد ذلك. النهاردة احنا قدمنا يمكن من يوم من 11/10 الى اليوم اللي هي بداية الفصل الدراسي، احنا حبينا ان احنا نشتغل وبعد كده نقدم كشف حساب للإعلام والمجتمع علشان يشوفوا. الجامعة شهدت موسم تعليمي وفصل تعليمي اول بالغ النضج بالغ الانضباط من الناحية العلمية، ايضا يمو بالندوات الثقافية واللقاءات مع المسؤولين والمسرحيات الفنية ونشاط ثقافي وفني. أنا يعني سبنا لكم كل هذه الإحصاءات في الورق. أيضا تداول المؤتمر الصحفي، أجبنا على تم الإجابة على كل المشكلات التي بتشغل بال الإعلام والناس، سواء فيما يتعلق بقانون المستشفيات الجامعية، قانون التعليم العالي، وجود جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية. كل ده في الحقيقة البحث العلمي، التطورات اللي حصلت في جامعة القاهرة. جامعة القاهرة النهاردة بتأكد ان هي مش بس بتعمل بحث علمي، ده النهاردة احنا بناخد خطوات نحو تنفيذ هذا البحث العلمي في محطات تجريبية زي محطة المية، زي محطة الصرف الصحي، زي محطة الطاقة الشمسية اللي في الشيخ زايد، زي أيضا سيارات الطلبة اللي انتوا شفتوها أكتر من مرة، والاختراعات النهاردة اللي احنا بنستنهض همة الحكومة والمجتمع ورجال الأعمال ان تيجي تشترك مع الجامعة وتصنع معها هذه النماذج. احنا محتاجين تعديل قانوني، تعديل تشريعي، ان الجامعة تبدأ تصنع هذه المشروعات. أيضا لدينا المشروع العملاق في الحقيقة اللي هو البناء بالحديد، اللي هو نفذناه في جامعة القاهرة أيضا في بناء مبنى من دورين بهذا الشكل، وهنبني أكثر من مبنى بهذا الشكل. ده بيوفر تكلفة 25%، أولا نظافة، ما بيبوظش الشوارع، ما بيقفلش شوارع، ما بيعملش إشغالات طريق. ده أنت ممكن تعملي المبنى في أي مكان وبعد كده تاخديه على تريلات وتروح تركبيه في 3-4-5-6 ايام. هذه الدولة لا يمكن ان تتقدم الا بالبحث العلمي، وجامعة القاهرة معقل للبحث العلمي مش بس في مصر، على مستوى العالم. دكتور، المستشفى انت شفت يعني شفت الصور. 1/8/2013 كانت ارض فضاء وملف مركون في الجامعة منذ 20 سنة. يعني هذه الارض كان يعني احد الاطباء السوريين المقيمين في مصر أوقف هذه الأرض لصالح جامعة القاهرة لبناء هذا المشروع، متوقف من 20 سنة. إحنا جينا فتحنا الملف وبدأنا نشتغل فيه. النهاردة مختلف تماما، أنا وريتكم الصورة وهي أرض، وبعدين النهاردة المستشفى وهي بتنتهي البناء والأساسات اللي فيها، وهنبدأ في التشطيب وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونفتتح المرحلة الأولى في أكتوبر 2015. ده طبعا متوقف على حاجات كتير جدا، متوقف على توفير الكادر، الممرضات، الممرضين. أنا جامعة القاهرة ومستشفياتها بتصرخ صرخة كبيرة جدا، الاهتمام بالتمريض واهتمام الإعلام بالتمريض والصورة الإعلامية السيئة عن التمريض وعن الممرضات وعن هذه المهنة، يجب أن نتقي الله في مصر وأن نغير هذه الصورة، لأنه حاجة المجتمع المصري إلى التمريض حاجة ملحة جدا. أنا تلت إمكانيات القصر العيني معطلة علشان التمريض. النهاردة إحنا محتاجين اهتمام كبير جدا بالتمريض. لا تتحل تتحل يعني ده تتحل بالتخطيط العلمي والاهتمام بالمهنة
ومؤازرتها علميا ونفسيا. مش ممكن الأفلام اللي بتشوه صورة الممرضات وبتشوه صورة التمريض والثقافة الشعبية اللي بتضطهد الممرضة والممرض يجب أن تنتهي تماما. عمل الممرضة لا يقل عن عمل الدكتور، بالعكس الدكتور بيعمل العملية مرة واحدة، إنما الممرض بيقعد مع المريض أكتر من 10 مرات أو 10 أيام. يعني الواحد بيعمل العملية وبعد كده يقعد في المستشفى 5 6 7 8 أيام أو أكتر. الدكتور بيمر مرة واحدة، إنما الممرضة قاعدة مع المريض 24 ساعة. لذلك هذه مهنة سامية ومهنة محترمة ومهنة مقدرة، لازم إن احنا ننفتح عليها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، ويجب أن تهتم بها الحكومة. دي مشكلة عايزة حل. النهاردة أنا عايز أقول لك إنه تلت حضانات القصر العيني ما بتشتغلش، لأن كل حضانة محتاجة ممرضة. تلت الحضانات، وعندي أطفال بيموتوا فور ولادتهم لأن مفيش حضانة تقدر تسعيهم. احنا النهاردة لابد أن نراعي كل هذه المشكلات ونحلها إن شاء الله.